انا ببغي في المرحله الاولى ان البي طلبات السوق المصري من كل شيء، مش بس في الصناعه، من كل المنتجات وكل المطالب، ثم ان انا يكون المكون المحلي في اي صناعه بتتعمل بتزيد بشكل مستمر. مثال، احنا مثلا عندنا صناعه السيارات من زمان قوي، من سنين طويله فاتت، من الستينات يمكن وقبل كده. طب المكون المحلي فيهم قد ايه؟ تجد ان كل يعني المصنعين يقول لك انا هعمل 45% 50%. اقول له طب ال 50% دول ايه؟ الاقي الشركه دي زي الشركه دي زي الشركه دي بتعمل نفس النوع. طب انت ما تخليهم 25% بس يتكاملوا مع 20% اخرين من شركه تانية. يتكاملوا يعني ايه؟ يعني مش كلكم زي بعض بتعملوا مثلا الاكسسوارات بتاعه السيارات او التنجيد بتاعها او الصاج بتاعها، لا، حاجات اخرى تخش في صناعه السيارات. الكلام ده بينطبق على حاجات كتير. لو احنا قدرنا النهارده وجينا، ودي دور اتحاد الصناعات وايضا وزاره التجاره والصناعه، ان انا اقول له تعالى انت النهارده بتقول لي انا هعمل 45%، طيب والتاني هيعمل 50% والتالت 50%، بس هي حاجه واحده، الأربعين دول هم الأربعين دول هم الأربعين دول، طب والباقي ده؟ مهم قوي ان احنا نبقى واخدين بالنا ازاي نعمله. واللي انا قلته في كل الصناعات، ان انا مستعد اخش اعمل المنشات المدنيه مهما كانت تكلفتها، عشان اخلي رجال الصناعه يركزوا في المعدات اللي بيجيبوها عشان يحصل نقله كبيره في المسار اللي احنا بنتكلم فيه ده.